طيب يا شباب، المفروض في الفيديو ده إن شاء الله هنحل problem 3 في sheet number 2، فنروح نشوفها بتقول ايه. تمام، في problem 3 هنا بيقول لنا لما انت when you open the excel file named puzzle.xlsx اللي هو بيبقى الحد يعني بتاع اللي هو الفايل اكسل، فملناش دعوة بالكلام ده كله. يقول لك ask it now this password. تمام، هو الحوار ايه؟ هو مدخل هيديك مثلا عايز منك تخمن من خلال مثلا او تستندك، بلاش تخمن، من خلال مثلا هو مديك معطيات تخمن انت او تستندك يعني باسورد من 5 ارقام. فهو يعمل لنا ايه؟ انت ما تيجي تقرا هنا اصلا، هو هنا مثلا بيقول لك ايه the fifth number plus the third number equals 14، ف يعني الرقم الرابع زائد التالت بيساوي 14، وهنا الرابع is more than يعني أكبر من التاني بواحد. فهو أنت لو ممكن نعمل إيه؟ ممكن نحلها زي ال problem اللي فاتت أصلا، إن إحنا نحول الكلام ده كله ل equations. وبرضه أحلها مثلا يعني أفرض الرقم الخامس ده ب x5 والرقم التالت ده ب x3، ونفس الكلام بقى الأول بـ x1 والتاني بـ x2 كده يعني. وبعدين أحلها وهيطلع لي بقى قيم لـ x1 و x2 و x3 و x4 و x5، وبس هيبقى هو ده الباسورد اللي من 5 أرقام. فنروح نعمل الكلام ده، هنحول كل يعني كل جملة من ديت لـ equation. فهو هنا بيقول لنا إيه the fifth number wait أفتح الموبايل الشيت عشان منه. تمام، ننقل. بيقول لنا ايه هنا ال fifth number plus the third number equals 14. تمام، يبقى كمان انا يعني او انا بصيت عليهم لقيتهم هيبقوا 5 معادلات. تمام، وهمشي نفس الستبس بتاعت البروبلم اللي فاتت. فبدل ما اعمل برضو الجدول تاني واقعد اكتب من الاول، لا انا بس اللي هعمله ان انا هكتب الايكويشنز واخد الكوفيشنت بتاع كل variable في كل equation وبس. وحتى ال right اللي هو الجزء بتاع sum product انا اصلا بسلكت فيه السل لكل equation، فمش هحتاج اعدل فيه لان انا كده كده كنت مسلكت للسل ديت في ال problem اللي فاتت، فمش هحتاج اصلا ان انا اعدل فيه. وكمان wait نسيت اعدل دي، ال right hand side هيختلف بس هنا بس كده. فهنروح نشوف أول حاجة بيقول لنا ال fifth number plus third number equals 14، فنكتب بقى x5 plus ال third number x3 equal كام؟ 14. تمام، نروح نشوف equation number 2 fourth number is 1 more than the second number. تمام، يعني الرقم الرابع أكبر من الرقم الثاني بواحد، فهنروح نكتب x4. يعني هو يعني هي المفروض تبقى كده x2 plus 1. تمام، هنقوم احنا بقى رايحين ايه هنقوم احنا رايحين مدخلين بقى x2 ديت جوه، بحيث يبقى الكوفيشنت في ناحية واحدة، الفاريبلز يعني بالكوفيشنت بتاعتها تبقى في ناحية واحدة يعني، فعشان الإشارة مش أكتر. فهتدخل بقى بنيجاتيف نيجاتيف x2. تمام، نشوف equation number 3 بيقول لك ال first number is 1 less than twice the second number. تمام، ف first number x1 المفروض يبقى x minus 1 equal 2 x كم x يعني second number x2. تمام، هي المفروض نوضح بس شوية ديت مضروبة فين. تمام، ديت المفروض تبقى بالشكل ده، بس برضه زي ما قلت لك هنخلي الكوفيشنت الفاريبلز بالكوفيشنت بتاعتها في ناحية واحدة، والقيم مثلا ديت نخليها في الرايت هاند سايد يعني. فهنعدلها تبقى بقى ايه، هي كانت 2x2 فتدخل بقى بالنيجاتيف تبقى ماينس 2 اكس ماينس 2 اكس 2. تمام، هتساوي هو كان less than فكان minus، فيخرج بقى ايه positive 1.
equation number 4 second number plus third number equal 10. ماشي second number x2 plus third number equal 10. تمام equation اللي هي الخمسة الأخيرة sum of 5 numbers is 13 يعني x1 زائد x2 زائد x3 زائد x4 زائد x5 equal 13 30 قصدي سوري فهنكتبها تبقى x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 equal 30 بس كده كده بقى هبدأ نفس اللي عملته للبروبلم اللي فات هبدأ أنقل الكوفيشن تاني فهعمل ايه هنا هنا x1 في equation 1 الكوفيشن بتاع هي مش موجودة فهيبقى بزيرو نفس الكلام مع x2 و x3 لا x3 هنا بواحد و x4 بزيرو و x5 بواحد تمام نروح ننزل equation 2 x1 بزيرو مش موجودة x2 هنا بنيجاتيف 1 موجودة x3 بزيرو x4 بواحد x5 بزيرو equation 3 x1 هنا موجودة بواحد x2 بنيجاتيف 2 x3 بزيرو x4 بزيرو x5 بزيرو ننزل equation 4 هنا x1 مش موجودة بزيرو x2 بواحد x3 بواحد x4 بزيرو x5 بزيرو هننزل equation number 5 x1 هنا بواحد وكله بواحد كله موجود بواحد فبس كده تمام نتشيك 0 1 1 0 تمام خلاص زي ما قلت لك بقى وانا كده كده كنت المرة اللي فاتت في الجزئية ديت بعمل ايه بدوس equal وبعد كده sum product وبعد كده بختار ال cells بتاعت مثلا هنا في equation 1 ال cells بتاعت ال coefficient لل variables في equation 1 اللي هي هتبقى ايه من b من b 10 لحد f 10 فهي هنا بص من بي 10 لحد اف 10 هو اصلا بص عمل لك عليها سيلكت وبقوم عامل كومه ومختار اللي هي السيلز اللي عايز الاجابه تطلع لي فيها بتاعت الفاريبلز فديت هتبقى فين من بي 20 لحد اف 20 هو برضو اصلا لو من هناك فهي هي برضو نفس الحوار هنا فهو انا برضو مختار فهو انا هنا مش هعمل تعديل في حاجه يعني عشان ما اخدش وقت زياده يعني مش اكتر right hand side بس اللي عاد wait عشان كت بس كده ال right hand side هعدل بس القيم اللي في ال right hand side هنا 14 واحد 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 10 30 تمام نبدأ بقى نروح للسولفر نمسح نختار الست اوبجكتيف اللي هو اول ريفرنس تمام بعد كده عايزين اللي هي ال changing variables اللي هيطلع لنا فيها القيم اللي هي الفترة دي نسيت امسح دي نعمل delete ممكن نعمل reset all خلاص تمام نسيلكت اللي هي ال variables بعد كده changing variables تمام وبعد كده نبدأ نعمل add بقى ايه اللي هي ال في ال left hand side وال right hand side لكل equation فهنا ال left hand side نعمل ديت تمام وال condition equal كده ال right hand side تمام ات أول واحد تاني واحدة يكون ات كده تالت واحدة تمام ات تمام كنسل نخرج واحد اتنين تلاتة تمام صح نعمل unmark ديت ونحل بsimplex lb تمام solve طب يا شباب معلش كان في error كده انا عملتها وانا بحل فهنعدلها هي اصلا كانت في غلطة انها ما ينفعش يطلع الارقام float فان هو اصلا password فانا يعني غلطة معلش انا عملتها وانا بحل هي هنا ايه اللي هو في equation number 3 اللي بيقول لك number 1 is less than 1 is less 1 than twice number 2 تمام فهو انا المفروض ديت تبقى عامله ازاي انا كنت حاطط هنا ايه كنت حاطط هنا 1 فهو لا ده غلط ليه اقول لك ليه x1 المفروض تبقى شكلها كده x1 plus 1 equal x2 هو كده بالشكل ده x2 twice sorry
twice. تمام. المفروض بالشكل ده بقى ايه، تعالى هنا بالشكل ده. x1 اصغر بواحد من اتنين، اللي هو 2 في x2. فهو بقى لما ده يطلع بره وده تدخل جوه، المفروض تبقى عامله ازاي؟ المفروض تبقى كده، ماينس 2 في اكس 2 equal negative x1. انا بقى كنت غلطت في الاول، كنت حطيت هنا positive x1، فلا هي هتبقى كده تمام. و الواحد ماشي، هناخد بقى بس هنعدل في equation، لا هنعدل هنا في equation 3، هيبقى ده negative 1 بس كده. فنعمل بقى السولفر تاني برضه، select ديت، select تمام، وديت هو يعني برضه select ده تاني، changing variables تمام. هنمسح بقى يعني اللي هي question 3 اللي هي ديت في line 13، هنمسحها، نعمل add ليها تاني هنا 1 ديت زاوي كده، نعمل select بس. المفروض بقى هنا نعمل unmark تمام، solve كده ظبطت كده. بقى هيبقى الأرقام integer، فالباسورد أصلا هيبقى ايه؟ 7 4 6 5 8، هو بالترتيب كده. ف سوري على الغلطة ديت يعني، وأتمنى كله يكون كامل الفيديو للآخر يعني ويعرفها. فشكرا.